متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كما اكتدوا معنا في هذا البث المباشر، هذه السيدة اللي قدامكم ما عندها لحن الرحيم لا من يعقل عليها، كارية واحد البيت صغير 2 متر على 2 متر، ما عندها ما تاكل، ما عندها ما تشرب، ما كاينش اللي كيعقل عليها، مول الكلام ما كيعقلش عليها. يعني هي الرسالة اللي بغات غير اللي يهز ليها واخا غير الكرا ديالها، ما قدراتش، لا عندها الحنين الرحيم، لا وليدات لا والو، ومريضة ومهرسة من رجلها. متابعينا الكرام، بقاو معنا. وعندو جوج العمليات، عندو جوج العمليات، وحدة على في الجبهة ديالها وحدة أخرى على جوج العمليات التانية. علاش عندك؟ على رجل، على الرجل ديالها باش تقدر تقدر تبرمج وتمشي كيما كانت في الأول. خش بيه، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو عاودينا، شنو عندك المشاكل اللي عندك؟ المشاكل اللي عندي هي أنا مريضة، عندي عملية على رجلي، تهرس من رجلي، وعندي تارتة في الجبهة ديالي طالبني تاهي عملية عليها، وعندي المشكل الكبير عندي هو الكرة اللي ما عندي باش تلقى لا صحة باش نخدم باش نخلصو، ولا مولين دارتي يرحموني. المشكل الكبير هذا والأساس اللي عندي هو ديال الكرة، باغا شي حد اللي يهز لي الكرة، ولا اللي يعاونني بسكينة، ولا اللي المهم باش مسخاه الله. علاش ما قدروا الله؟ حيت انا مريضة وما عندي الصحة، ما عنديش باش غادي نخدم وباش غادي نخلص الكرة ديالي، وما عندي انا لا حنين لا رحيم، ما مزوجة، ما عندي راجل، ما عندي ولاد، ما عندي صحة، ما عنديش، عندي الامراض بزاف، تنعيش وحدانية، ما عندي حتى شي حد. الوالدة اللي كانت ديالي توفات دها الله، الاخ اللي كانت يعاونني مات هذه 6 سنين، ما بقيت لاقيه حتى ما ناكل. الماكله انا ما عاونونيش عليها الناس، انا ما تلقى ما ناكل. الدواء انا ما شراوش ليا الناس المحسنين، ما تلقى باش الدواء. دابا عندي جوج عمليات انا ما لاقيه حتى ما ناكل. عاد العمليات دابا راه سامحه فيهم، عطيني الطبيب ديال العظم عمليه على رجلي، عطيني الطبيبه ديال الجلد عمليه على جبهتي، عندي السكانير كل عام تنديرو، على عندي توحيمه ثاني في كره في الكبده ديالي فيها 8 سنتيم، الا تزادت 9 حتى هي باغيين يديروا لي عمليه عليها حتى هي، نحيدها في السويسي. ها نتوما كيفاش تتسمعوا المحسنين؟ راه انا مريضه وما لاقيه حتى واحد اللي يوقف معايا ولا اللي يساعدني، لا على الضو ولا على الماء ولا على الكرا ولا على المعيشه ولا على الدواء. دابا انا ما بقيتش تنخمم في صحتي ولا تنخمم في ما ناكل، المشكل هو تنخمم في الكرا، ما لقيتش باش نخلصو، غدا نتلاح للزنقه ونبات في الزنقه، ما بقيتش لاقيه. انا كنت ما تنعش الليل كله تنبات نخمم، لما خلصت الكرة ولما خرجت لعند الناس وعاونوني الناس وما طاو ليا 5 دراهم الواحد، ما لقاش حتى باش نخلص الكرة ديالي، ونصبح بايته في الزنقه. وانت ما عارفه الدنيا ما تترحمش، الا بتليله في الزنقه اشنو غادي نديروا لي الشمكاره، واشنو غادي اشنو غيوقع بيا؟ راه نتوما كيفاش تشوفوا المحسنين الظروف كيفاش تنعيش؟ راه انا محنه مكرفصه، ما لقيتش اللي يوقف معايا ولا اللي يساعدني، تنقلب على المحسنين الليل ونهار تحت الارض وفوق الارض وانا ما لقيتهمش. بغيت غير نتواصل مع شي محسن اللي يعاونني، ما لقيتش. انا راه ما تنكذبش عليكم، وانا تنشهد بالله وتنصلي الفجر وتنقول لكم اللي كاين واللي بغاني يجي ويسول عليا ويشوف الحاله ديالي انا كيفاش تنعيش، ما تنكذب ما حتى شي حاجه، مقابضه الطريقه ديال الله، مقابضه الدين ديال الله، وانا اللي عندي هو اللي كاين، هو بيت اللي تنعيش فيه، فيه 2 متر ديال الطول و 400 متر طول و 2 متر عرض، هو هذا اللي تنصلي فيه وناكل فيه ونطيب فيه وننعس فيه، اللي كاريه ب 10000 ريال، هو هذا اللي كيما تتشوفوا قدامكم. ها هو المعينات عندي باش بيطه هي صغيره اللي تنطيب عليها الماء نتوضا بها، وكويسات وهذه فاش تناكل. المينطات عندي دوك المينطات ديال 50 درهم ولا ديال 800 درهم اللي تنتغطى بهم، هما هما اللي مفرشاهم، ها الحصيرة اللي مقطعة هي هادي اللي جالسة عليها، هي كيما تتشوفو صنيرة ديال الميكا، راه لا بغيت نخرج من هنا لهنا ما تلقى ما نلبس لا في رجلي، ولا ما نلقى ما نهز، ولا ما نتلي، ولا ما نوخر. الخضيرة ما عاونونيش الناس عليها، ما نلقى ما ندخل ما ناكل. ولكن كيما تنقول لكم المحسنين اللي كنتو تسمعوني، انا ما هامني هادشي كله، المشكل الكبير اللي عندي ديال الاساس هو المشكل ديال الكرة. انا باغا شي محسن اللي يساعدني يوقف معايا الكرة، نقدر يادي لي واجب ديال الكرة،
قدر يلقى لي السكينه على قد الحال واخا غير بيت، قدر المهم على قد المستطاع. انا باغا المحسنين يتعاونوا معايا في وجه الله، والله يجازيهم بخير اللي سمع الفيديو ديالي يتعاونوا معايا. حليمه القرشي بن سليمان، نعطيكم النيميرو ديال التليفون 06 06 87 94 61، صيدليه ابتسام، شارع مولاي يوسف. عندكم معاناه بزاف دابا، انت الا ما شتيش ما تاكلي ما عندك ما تاكلي. ما عندي ما ناكل، لا ما دخلوليش الناس خبيزه ما نلقى ما ناكل، الا ما دخلوليش الناس خضيره ما عنديش. هانا كيفاش تشوفوا كيفاش تنعاني على رجلي، تنهز عكازي وتنخرج باش نقدر نجيب الصخره، ما تنقدرش نسخر نهزيت على البوطه، ما تنقدرش نهزها برجلي، راه العكاز ديالي ها هو حاطه، تنلا بغيت نخرج تنهزو. هانتوما كيفاش تشوفوا كيفاش تنعس، ولات البروده راكبه عليا، وليت دايره تاني تا من الطبيبه ديال البروده ولات هي عاطيني موعد. ها الورق ديالي تتشوفوهم، ها هما الورق ديال الدواء كيما تتشوفو ديال الكبده، هادو السكانيرات ديالي، ها هو الورقه ديال الطبيب ديال العظم، ها هما الورق ديالي الاخرين ديال المواعيد ديال السبيطار، هما هادو هادشي كلشي. ومازال عندي ساك ديال الدواء راه عامر، باليزه ديال الدواء، ها هو ديال الطبيبه الاخرى اللي تتبعها معها ديال الاعصاب، واللي مريضه مرض نفسي، واللي تراه ها هو راه خويا مطي هذاك غرف راه عامر حتى هو بالدواء ديال الطبيبه ديال الاعصاب. تنشرب الدواء باش نعس، حيت ما بقيتش تنعس بالمشاكل. ها هو كما تتشوفوا هذا كله عامر بالدواء، هاد الدواء تنشربو باش نعس، الدواء ديال الاعصاب. ما وليت مريضه بمرض نفسي الا ما شربتش الدواء ما نعس، بكثره الفقر وبكثره هاد الحاله اللي تنعس فوق البروده فوق الحصيره، ما بقاش تنعس، تيجيني تنبات الليل كله فايقه، حتى تيأذن الفجر وتنوض نتوضى ونصلي الفجر وتنقول الحمد لله يا ربي. وخايفه من هاد الشيء كله، خايفه لا نتلاح في الشارع، الا ما خلصت شهر واحد ديال الكره يخرجوني مالي نضار نتلاح للزنقه. هذا هو المشكل اللي عندي. انا تنطلبكم المحسنين اللي شفتوا الفيديو ديالي تعاونوا معايا، الله يرحمكم الوالدين والله يجازيكم بخير. هذا هو الطلب اللي عندي الوحيد، واللي يقدر يعاونني ها كما تشوفوا مريضه جوج عمليات، عمليه على جبهتي، عمليه على رجلي، وعمليه على الكبده. عندي ثلاثه هاد العمليات اللي كاينين عندي، وصابره عليهم وجالسه. وراه كيما تنقول لكم الاول والاخر الاساس ديالي هو المشكل الكبير هو ديال الكره، حيت الناس تيعاونوا في اي حاجه، يعاونوني على الدواء، يعاونوني على الماكله، ما يقدروش حتى واحد ما يقدر يادي لك واجب ديال الكره. وكيما تنطلبكم المحسن الله يرحم الوالدين، وانا تنعاود نطلبكم الله يدير في قلوبكم الرحمه وتعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا اللي تي محسن لا سخاه الله يوقف معايا على حساب الكره. وعلاش ما سخاه الله؟ علاش ما قدر؟ علاش ما قدروا الله؟ ماشي المهم علاش ما قدروا الله، لا اللي قد بيه يعاوني يعاوني. كما تتشوفوا هالحاله، كما تتشوفوا ما عندي لا طال فراش لا والو، كما تتشوفوا الحاله ديالي انا قاعده على الحصيره. راه انا مسلمه وانا اختكم، تنطلبكم تعاونوا معايا، وقفوا معايا الله يرحمكم الوالدين، حيت راه انا ضايعه ما بقاش عندي الصحه، راه انا تنكبر ما عنديش وليدات اللي يدخلوا لي شي مصروف ولا اللي يدخلوا لي شي حاجه، ما عنديش راجل اللي يخدم ولا يجيب ليا. ما انا ساكنه في الدار ديالي، رانا ساكنه في الديوار ديال الناس، راه نتوما عارفه الناس لما شهر واحد الا ما خدمتيش ولا ما عاونك شي حد نخرج برا الزنقه. الله يرحمكم الوالدين، تنطلبكم ونعاود نطلبكم تعاونوا معايا، الله يرحم الوالدين المحسنين، تعاونوا معايا الله يرحمكم الوالدين. وشكرا، الله يرحم الوالدين. ها نتوما كيما تشوفوا الحاله ديالي ها هي هي هذه، علاش ما سخاكم الله المحسن. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، بغينا كل محسن متعاونوا معها كاع اللي كيشاهدنا على المباشر متابعينا الكرام، باش ما سخام الله يا قليل يا كثير. فالسيده كتعاني غير بوحدها، ما عندها الحنين الرحيم لا وليدات لا والو، يعني الا ما جابش له الصحه من برا كاينش اللي يقدر عليها هنا لداخل، وعندها ثلاثه العمليات. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.